بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، سعادة الأمين العام للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أصحاب السعادة الوكلاء والعمدة، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الاستشاري للكلية، أصحاب السعادة أعضاء هيئة التدريس، زملاء الطلاب، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقيم كلية الهندسة اليوم هذا الاحتفال بمناسبة حصول كافة برامجها على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مجلس الاعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية إبت، في إنجاز غير مسبوق على مستوى الجامعات الناشئة. وخير ما نبدأ به آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها الطالب مسعود أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. والآن مع كلمة سعادة عميد الكلية الدكتور محمد بن سعيد القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، سعادة الأمين العام للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، أصحاب السعادة الوكلاء والعمدة، أصحاب السعادة أعضاء هيئة التدريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في كلية الهندسة، وأتقدم لكم بالشكر الجزيل على استجابتكم للدعوة وحضوركم الكريم، مثمنا في الوقت ذاته الرعاية الكريمة والدائمة من معالي مدير الجامعة لكل فعاليات الكلية
والتي لا شك هي محل تقدير مني شخصياً ومن كافة منسوبي الكلية. أيها الحضور الكريم، مع تأسيس الجامعة عنيت كلية الهندسة بدعم سخي من ولاة الأمر حفظهم الله، واهتمام خاص من معالي مدير الجامعة، ولذا فهي ساعية نحو الانطلاق للتنافس ليس فقط على الصعيد المحلي بل على الصعيد الإقليمي أيضاً، حيث اعتمدت في وضع خططها على أحدث المعايير العالمية والقائمة على المتطلبات الوطنية، وقد تم ذلك من خلال العمل على الحصول على الاعتمادات الأكاديمية الدولية والوطنية على حد سواء، حيث نجحت الكلية مؤخراً في الحصول على الاعتماد الأكاديمي لكافة برامجها من مجلس اعتماد برامج الهندسة والتقنية في الولايات المتحدة الأمريكية إيبت، وتعمل جاهدةً على اعتماد الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي السعودية NCAA قريباً بإذن الله. ويقوم مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتقنية في عملية تقييمه للبرامج والتخصصات الهندسية بتشكيل فرق عمل تتكون من علماء ومتخصصين وذوي خبرة عالية من الصناعة والجهات الحكومية والخاصة للتأكد من مدى تمكن البرامج من معايير الاعتماد التي وضعها المجلس. وقد كان توجه الكلية لاعتماد برامجها نابعاً من حرصها وحرص الجامعة على تقديم تعليم هندسي نوعي وفق معايير الجودة العالمية التي تشمل قوة المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنوع متطلبات التخرج والجهود البحثية والتعليمية وبرامج خدمة المجتمع والأسلوب المتبع في الإدارة ومصادر المعلومات ومستوى الطلاب والخريجين والتسهيلات والتجهيزات بالأقسام العلمية. كما يساعد الاعتماد الأكاديمي في اتباع منهج عالمي منظم لتقييم وتطوير وتحسين العملية التعليمية، بالإضافة إلى أنه يساعد الطلاب وأولياء الأمور على اختيار الكليات التي تقدم تعليماً عالي الجودة يمكن الخريجين من الحصول على العمل في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك في استكمال دراساتهم العليا في أرقى الجامعات العالمية. معالي المدير، والكلية تحتفل اليوم بهذا الإنجاز، اسمحوا لي أن أبعث من هذا المقام رسالتين. الرسالة الأولى لكم شخصياً ولأصحاب السعادة الوكلاء، فقد كان لمتابعتكم ودعمكم وجهودكم بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز وغيره، وعليه أتقدم لكم بالشكر الجزيل، جعل الله ذلك كله في موازين حسناتكم. والرسالة الثانية لزملائي بالكلية، فقد استطعتم وببذل الجهد والوقت أن تقطفوا الثمرة وتحققوا هذا الإنجاز، وعليه اسمحوا لي بتذكيركم أن الوصول للقمة قد يبدو سهلاً لكن المحافظة عليها أصعب. نعم، إن المحافظة على هذا المنجز في دورته القادمة يحتاج جهداً أكثر مما بذل، ويحتاج تكاتف أكثر مما حصل، والأكثر من ذلك أهمية تطبيق تلك المعايير وتلك الممارسات واقعاً ملموساً في تفاصيل العمل اليومي بالكلية، لئلا تبقى شهادة الاعتماد مجرد ورقة ببرواز جميل على حوائط مكاتبنا. وفي الختام أكرر شكري لكم معالي المدير ولسعادة الأمين العام للهيئة ولكافة الحضور الذي كان لوجودهم بالغ الأثر في نفوسنا، داعين الله العلي القدير أن ينفع بالجهود وأن يجعلها خالصة لوجهه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدعم كبير من معالي مدير الجامعة، شهدت كلية الهندسة منذ نشأتها وخلال فترة قصيرة تطوراً مستمراً في بنيتها التحتية وفي كافة المجالات الأكاديمية والتعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وخدمات الطلاب. في الفقرة التالية سنتابع وإياكم فيلماً تعريفياً عن الكلية يلخص أهم المراحل التي مرت بها وأهم إنجازاتها. جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، كلية الهندسة. انطلاقا من توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتوسع في إنشاء الجامعات والكليات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، جاء إنشاء كلية الهندسة بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالخرج في 19 من شهر رمضان لعام 1426 هجرية، نظرا لحاجة المملكة الملحة إلى المهندسين ولتوفير فرص التعليم العالي للأعداد المتزايدة من خريجي التعليم العام في محافظة الخرج والمحافظات المجاورة. وقد حققت الكلية بدعم قيادة الجامعة عدة إنجازات، أهمها الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي وعقد عدة اتفاقيات تعاون دولية، كما حظيت بتأسيس بنية متميزة للتعليم والبحث والابتكار، وحقق طلابها العديد من المنجزات في عدة مجالات. يسعدني اليوم أن أشارك بكلمة سريعة زملائي في كلية الهندسة، وأشارك كذلك أبنائنا الطلاب، وأنا سعيد جدا بما تحقق كلية الهندسة من خطوات متسارعة، ولعل آخرها حصولها على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الأمريكية، وهذا دليل على مستوى مهنية العمل بهذه الكلية. فأنا أبارك لزملائي العميد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بحصول الكلية على هذا الاعتماد. كذلك الحقيقة أشيد بما يتحقق للجامعة ولهذه الكلية على وجه الخصوص من تعاون كبير مع بعض الجامعات العالمية المرموقة. تضم كلية الهندسة ثلاثة أقسام أكاديمية، هي قسم الهندسة الكهربائية، قسم الهندسة المدنية، قسم الهندسة الميكانيكية، وبرنامج الهندسة الصناعية، والذي يتبع قسم الهندسة الميكانيكية، ويدرس بها حالياً 547 طالب. وتمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة في هذه التخصصات، حيث خرجت حتى حينه 335 طالباً. التميز في التعليم والشراكة المجتمعية، هذه رؤية الجامعة، وتتسق معها رؤية كلية الهندسة. والتعليم الهندسي تعليم نوعي استشعرته الكلية وتعمل عليه وفق منهجية محددة، بداية من آلية استقطاب طلاب مميزين وأعضاء هيئة تدريس مميزين، مرورا بتأسيس بنية تحتية تعليمية وبحثية مميزة، إلى أعمال لها علاقة بالاعتماد الأكاديمي والتعاون المحلي والدولي مع منظمات وجامعات وقطاعات عامة وشركات خاصة لها سمعتها المتميزة. وقد حرصت إدارة الجامعة على إيجاد البنية التحتية الحديثة للكلية، وذلك عبر إيجاد مبنى جديد أسس وفق المعايير الحديثة للمباني التعليمية، وتم دعمه وتجهيزه بالعديد من المعامل والمختبرات العلمية اللازمة لتعزيز المعارف النظرية بالتجربة العملية والمعملية. وتتميز الكلية بنخبة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، سواء من الكوادر السعودية أو من المتعاقدين. وقد حرصت الجامعة على تعزيز تلك الكوادر والكفاءات من خلال برامج الابتعاث إلى الجامعات العالمية المتميزة. وقد وظفت كلية الهندسة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة، والتي لها دور هام في تسهيل إجراءات العمل من خلال الخدمات الأكاديمية الإلكترونية والخدمات الإدارية الإلكترونية ونظام سير المعاملات ونظام الاجتماعات الإلكترونية ونظم التعلم الإلكتروني. ولأن النشاط الطلابي يشكل محوراً هاماً في حياة الطالب الجامعية،
اهتمت الكلية برعاية وتشجيع طلابها للاشتراك في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والعلمية والأعمال التطوعية، حيث أقامت العديد من الفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل. وقد أثمرت رعاية الكلية لتلك الفعاليات عن إنجازات على عدة مستويات، حيث تمكن طلاب الكلية من خلال المشاركة في المؤتمرات الطلابية العلمية بالحصول على المركز الأول بمحور الابتكارات والمركز الثاني بمحور الأبحاث على مستوى الجامعة، كما حققوا عدة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية، ومن ذلك المركز الأول في فعالية اشرحها. وفي المجال الرياضي، حققت الكلية المركز الأول في بطولة الجامعة لكرة القدم، ومثل فريقها الجامعة في بطولة الجامعات السعودية وحقق المركز الثالث. بكل الحقيقة سرور وبكل سعادة، أنا فخور وزملائي بنوعية الطلاب التي تشارك في هذه البرامج، وقد أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم، وأنا على يقين إن شاء الله أن هذه الخبرات التي اكتسبوها ستكون عون لهم إن شاء الله في مجال مهنتهم وأداء رسالتهم لوطنهم. وقد جاءت موافقة معالي مدير الجامعة على إنشاء نادي الابتكار بالكلية لتوفير البيئة والبنية التحتية والاستشارات العلمية اللازمة التي يحتاجها الطلاب المبدعين، ولتحقيق الريادة في الابتكارات على مستوى الجامعات السعودية. ومن أجل تقديم النصح والمشورة لتطوير كلية الهندسة ورفع مستوى أدائها وتوثيق علاقاتها بالصناعة، جاء إنشاء المجلس الاستشاري، والذي يساهم في مراجعة وصياغة أهداف البرامج الهندسية والمناهج الدراسية بالكلية وفق معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي والمحلي ووفق متطلبات سوق العمل، ولتنمية مهارات الطلاب بكلية الهندسة وفق معايير عالمية، ولإتاحة الفرصة لهم لاكتساب مهارات هندسية وبحثية مختلفة. جاءت اتفاقيات التعاون الدولي مع كل من جامعة كاليفورنيا أرفاين الأمريكية وجامعة كيبك الكندية، وفي إطارها تم إفاد أكثر من 100 طالب من الكلية لينخرطوا في برامج تدريب صيفية استمرت لعشرة أسابيع، كما تم تبادل زيارات لأعضاء هيئة التدريس وإجراء العديد من البحوث العلمية المشتركة. وقد توجت إنجازات الكلية بحصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرامج الهندسة الكهربائية والمدنية والميكانيكية لمدة 6 سنوات من مجلس اعتماد برامج الهندسة والتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية أبيت، والمتخصصة في منح الاعتماد الأكاديمي العالمي لكليات الهندسة المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وذلك بعد اجتيازها المعايير والإجراءات الدولية التي تأخذ بها الهيئة في ضمان الجودة من حيث الأداء الأكاديمي والتدريسي، وكذلك جودة المخرجات التعليمية وتميز الخريجين في سوق العمل. جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، كلية الهندسة. أما الآن مع كلمة معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. زملائي الكرام، سعادة أمين عام الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، زملاء الوكلاء، العمداء، ضيوف الجامعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر الحقيقة موصول للجميع على مشاركة الجامعة في هذا الاحتفال البهيج وبهذا الإنجاز العلمي المتميز. ولعلني حقيقة في بداية الأمر أقدم التهنئة الخالصة لزملائي منسوب الكلية من أعضاء هيئة التدريس وعمداء وعميد ووكيل وطلاب، والتهنئة للجامعة ولي شخصيا حقيقة أن نبارك لأنفسنا ما تحقق للكلية في سبيل أن تكون معايير التعليم ومعايير التدريب ومعايير البحث العلمي أيضا تتطابق مع المعايير الدولية.
والحقيقة زميلي الدكتور محمد عميد الكلية تحدث وأشار إلى أهمية الاعتماد، ولكنه أيضا ليس نهاية المطاف، فهذا الاعتماد يجب أن ينعكس على ممارساتنا التعليمية التعلمية داخل القاعات الدراسية وداخل حقيقة المعامل وداخل مراكز البحث. وأعتقد أن هذه القضية لا تغيب عن أذهان زملائي في الكلية من عميد ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريس. بكل تأكيد هذا الإنجاز يدعونا الحقيقة للفخر بما أنجزت الكلية، لكنني اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر للإخوة الزملاء الذين ساهموا في مراحل سابقة من هذا الإنجاز: عميد الكلية السابق دكتور أسامة الظافر وزملائه، الدكتور صالح القحطاني عندما كان وكيلا للتطوير والجودة طوال السنوات الماضية، وهو الحقيقة من الخبراء المتخصصين والمهتمين بشأن الجودة والاعتماد الأكاديمي. هذه الجهود مجتمعة مع جهود الزملاء في الكلية أثمرت بحمد الله وتوفيقه عن تحقيق هذا الاعتماد، فالشكر موصول للدكتور صالح والدكتور أسامة وكافة الزملاء الذين ساهموا في هذا العمل وساهموا في هذا الإنجاز في مراحل سابقة. حقيقة أنا متفائل في هذه المرحلة، ومتفائل إن شاء الله بوجود عميد الكلية في هذه المرحلة، أنه سيواصل المسيرة وسيثبت حقيقة أن هذا الاعتماد ما هو إلا خطوة في الطريق الطويل، فالطريق الذي يتطلب منا مضاعفة الجهد سواء في تعليم الطلاب أو تدريبهم. إن شاء الله يكون هذا الإنجاز حافز لزملائنا في الكليات الأخرى لتحقيق الاعتماد الأكاديمي، سواء كان الاعتماد المحلي أو كذلك الاعتمادات من المؤسسات والمنظمات الدولية. ولعل الحقيقة ما يبعث على التفاؤل أيضا تولي الدكتور ناصر القحطاني مسؤولية وكالة التطوير والجودة، وأنا جدا على ثقة وعلى يقين بأنه سيحدث الحقيقة أيضا نقلة في هذا العمل وسيواصل ما بدأ زميله الدكتور صالح، فأسأل الله له العون والتوفيق. أكرر الحقيقة ترحيبي بكم جميعا وتهنئتي لكم كذلك، والشكر لزميلي الدكتور محمد على تنظيم مثل هذه الاحتفالية، متمني للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لسعادة الأستاذ الدكتور صالح بن علي القحطاني وكيل الجامعة للتطوير والجودة السابق والأمين العام الحالي للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي دورا رائدا وأثرا عظيما في الإنجاز المحتفى به اليوم، وتقديرا لجهوده المتميزة والمثمرة خلال فترة عمله بالجامعة. حرصت الكلية على حضور سعادته لهذا الاحتفال وعلى تكريمه من قبل معالي مدير الجامعة، فليتفضل مشكورا. أما الآن مع تسليم شهادة الاعتماد الأكاديمي إلى معالي مدير الجامعة يقدمها سعادة عميد كلية الهندسة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني. إن حصول برامج كلية الهندسة على الاعتماد الأكاديمي الدولي من إبت كأعرق هيئات الاعتماد في العالم في المجال الهندسي ما كان ليحصل لولا الدعم القوي من الجامعة ولولا الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس ولجنة الاعتماد الأكاديمي بالكلية التي عملت بروح الفريق الواحد على امتداد 3 سنوات متتالية دون كلل ولا ملل. كما كان المجلس الاستشاري للكلية دور هام ومساهمة فعالة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وتقديرا لهذه الجهود المثمرة حرصت إدارة الكلية الحالية على تكريم هذه الأطراف
أولاً تكريم سعادة أعضاء لجنة الاعتماد الأكاديمي بالكلية، وهم سعادة الدكتور أسامة بن سعد آل ظافر عميد الكلية السابق ورئيس اللجنة. الدكتور خالد بن علي أبو حاصل وكيل الكلية وعضو اللجنة. الدكتور إبراهيم بن محمد المرابط مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة ومقرر اللجنة. الأستاذ الدكتور هشام الطيب السماوي مشرف قسم الهندسة المدنية السابق وعضو اللجنة. الأستاذ الدكتور فائز فهيم السوسي مشرف قسم الهندسة الكهربائية وعضو اللجنة. الدكتور الحبيب بن باشا مشرف قسم الهندسة الميكانيكية وعضو اللجنة. الدكتور أحمد مصطفى حسين مساعد العميد للشؤون الأكاديمية وعضو اللجنة. الدكتور خالد سليمان جاد المولى عضو اللجنة عن قسم الهندسة الميكانيكية. الدكتور عبد الجليل محسن شمام عضو اللجنة عن قسم الهندسة الميكانيكية. الدكتور رشيد بن قاسم جوجو عضو اللجنة عن قسم الهندسة الميكانيكية. ثانيا تكريم أصحاب السعادة أعضاء المجلس الاستشاري المنتهية فترتهم، وهم سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم السحيم مدير عام شركة أوراك. سعادة اللواء المتقاعد سعيد بن سعد الحزنوي مدير مدين من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. سعادة المهندس صبيح عبد الرحمن صبيح كبير مهندسي التصميم بشركة شنايدر. سعادة المهندس أحمد حمدان المطيري مهندس توليد بالمحطة العاشرة. سعادة المهندس فهد الشمري رئيس قسم الصيانة بمحطة تحلية المياه بصلبوخ. سعادة المهندس عبد العزيز عبد الله آل معدي مهندس بشركة المحايد. سعادة المهندس أحمد صالح بن ماص العجمي من شركة العراب للمقاولات. التقدير والشكر الموصول كذلك لأعضاء المجلس الاستشاري الذين تعذر حضورهم، وهم سعادة الدكتور ناصر الجعيدي المشرف السابق على معهد الأمير عبد الرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز. العميد المهندس كمال سليمان السديس مدير عام الإنتاج والصيانة بالمصانع الحربية. سعادة المهندس عبد العزيز بن بردان الشمري من المؤسسة العامة للصناعات الحربية. سعادة الدكتور نبيل القحطاني المؤسسة العامة لتحلية المياه. المهندس عبد العزيز خالد رشيد شركة أوراك. المهندس خالد عبد الله الخليفي نائب المدير التنفيذي لشركة العزة. سعادة المهندس سعد بن صقر المطيري مدير المحطة العاشرة سابقا. سعادة الأستاذ عبد الله صالح العليوط شركة سابك. سعادة المهندس عبد العزيز بن فائز بن فواز الهيبي من هيئة التطوير بالمدينة المنورة.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.